بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي سغاشنات كمدا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وبابي هاي وكساب سي هاي وجوب طاعة ولاة الأمر talada muslimiinta dadka haya in loo hoggaansamo la maqlo wixii bannaan ama khayr ah inay waajib tahay oo in sunna ahay fi ghayri macsiyatin dambi la'aan waxaan macsiye ilaahay dambi ahayn in lagu adeeco inay waajib tahay wa tahriimi taacatihim in la adeeco loo hoggaansamo ama la maqlo la yeelo inay xaraanto mamnuuc tahay sharcan fil macsiyati dunubta ilaahay reebay subxaanahu wa tacaala بمعنى وحوي وليو أمام مسؤولك أما أميرك شيء بنا هدوك فره أو كأمر واجب نقنية شيء واجب هدوك فرنا وسيحك أتكان يا وسيحك سنية هدو شيء صناع كفره وحسب بدل يا إن لا أضيع واجب نقنية وحي معصية أمبار ربان إن لغرع ولا مقلو الله جنسما ولا غرع عن الله قلين وحي بنان أما واجبة أما سنة إسكو حكم بيتغيان أو إن الواضع لما الواجب إنه قنيسة والد هنا سيدة سوكالوي. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال لي الرسول أنت الرميسي إلهي أطيعوه كان سما طاعتنا والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى إلهي أمر كسلوه كان سما الله راعوا لقاته وأطيعوا الرسول صوبنهنا أطيعوه كان سما أمر كيسو يالا وأولي الأمر منكم قوة تلظى إسكاله أما تلظى هي إذن كإذن كتر سنة مسلمين تقال ما لقمها الله هي قوة أيجا أنا أمر كوضا يالا أنه كان سما وحن معصية كأهين وعلي بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صحابي نبي حويري على المرء المسلم قفك مسلم كوحا صارن واجب كو السمع مقل وامير كامر كيسي هذا الكيس او مقلو وطاعته غانسا فعلا يعني السمع هو ان هذا الكي امر كي دغتو دغيستو او دغا ودن ي دغا فرن كو دغيستو كو قاداتو فل اهان اد كو فليسا لا دونيا فيما احب وحو جعل يهاي وكري وحو نعب يهايبا وحاد كهونايسو iyo waxa jecelaysanaysaba intaba haduu ku faro amiirku inaad muqashada dhicda weeye illa ay umara in lagu faro mooyeen in la faro mooyo ruuxa muslimka bimacsiyatin dambi dambi samee haduu ku yiraahdo ma yeelaysid amarkaada amr rabbiba ka horeeyay ayaad taagnaanaysa fa idaa umira bimacsiyati ruuxa muslimka haddii la faro dambi iyo waxaan bannaanayn falaa samca lilamiiri walaa taacata lahu amiirku maqal in la maqlo xaq uma laha ودغها لو فرو ان لو راعو ارينكا خن حق او ملا متفق عليه معي لا دان لا اسماقلين او لا كلا دنبينين او عيد تلدا غعنته كو هيسا ان وخبا انن كدغيسنين اد نظام جيري ماهيو مامول جيري ماهيو دولاد اسنان مايسو كلا دنبيتن هلكاس كو بربريس حاسلوني نبدن لي هلي ماي ان لا اسماقلو ويو او لسو غانسمو لسو دول قاطو ايا نظام كو تاغنان ايا يودا جيركو يمد نيمدو dhanka kale siyaasada iyo sareynta shariicada iskale sareynta shariicada iskale wixii ilaahay baneeyay ama rabbi waajib yeelay ama rabbi sunneeyay unba lagu raacaya bini aadam iyo makhluuqaadka shay macsiya ah laguma raaci karo maxay la sareynta sharciga iskale sharcigu ma khaldamo aadama laki waa khaldama وعنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا وحانو هين اذا بايعنا رسول الله رسول كلام ما كان عهد لا قال له على السمعين لا يسمعنا العهد كلا قال له اي وطاعه اللي اسكو غانسمو يقول لنا النبي خو نغو اورن جيري او نو ميرين جيري عرب كان نوغو دفن جيري في ما استطعتم وحياد اودا وحياد اودا امير كي يطلس قد مقليسان او غانسميسان وحي تبرتينا انت كران كينا ساسو النبي نو اورن جيري متفق عليه تانا وحي تسيسا نعريست النبي كو جيرته ايو انتم مسلمين تو خير فلي يونا سيحين يي عاي لي سر يا ساق تبرت هذا يا تبر لا ان بو ان ادي او غانس تد مقشاو شو مي وخي تبرت هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وي
وعنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صحابي وحور سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رسولك الله لبا مقلي من خلع روح سيبة أحد كسيبة يدا عن كسيبة من طاعة هجانسا بمعنى النظام كي الدولدي النظام قطر سنانين كقبحة كقع عن صيدة لقي الله ربي ولك المي يوم القيامة مانك آخر ولا حجة له صوم وحقي لي قرى لهي وحقي قيل يا قرى أنا هي سنين من خلع أحد كسيبة يدا عن من طاعة هجانسا كسيبة بمعنى وام حي ننكي جماعة المسلمين تي إمام الكي يطلس كي كوكا عن سيره كبحة إيه دي دي إنو أهجان سمو إيه دي دي إنو مقلو لقي الله ربي ولكل ما يوم القيامة ما لنك آخر ولا حجة له في خلعه ويسوه واحد قرأة يقروش منا أن هلينين بحدة وكبحة الدولة دا إيو عاسية أو عاسيي النظام كماشا كتري إسلام كي مسلم كاها ومن مات الروح دنته وليس في عنقه بيعة أسون عهد الدولة كل شيرين ما توحول أنت النبي وحول ميتة جاهلية لمشى السيد قال ذو كلاه وأن ما تروح جريودة وليس في عنقه أسون لقنتيس يقورتيس أيضا كجر بيعة بيع عهد نظام سياسي أن كتر سنة دولة سياسية إسلام أن كتر سنة ما توحول من يا ميتة جاهلية قابل ما شفه الحنو دين كأن وافق سنة قوله أن إسلام كأين مسلمين تان أين إسلام ككهري اسم حكومة جري نظام ملاهي أمر ميسن أقونين جانتا فرم بيس كأين ني ولا بوحو الدونو كل دقاق أي ميشو كل دقاق إس كشب كحسن أي تلس يكران دمين نظام ميسن أقونين هدي مرك روح مسلم كأوجري يدو أصو أمير مسلم أن كحدنا أن كتلا قادنا ينين وحيكار لغانتا إنو دنتي حلي قال هو رأي جري قاب عن قاب كإسلام كين بو أجير يدوي قاب عن وافق سنين نظام كإسلام كسياسة الشريعة هذا يو أجير يدوي جريس وجري حرام ياسين لام بو قايوي وركب ثمان ميسان بيلة سماي نك ياسين لام قام عيد جري يا دنيا واحدة بربا لجو حلال يا بن آدم كنا يا ياسين بلغه على أهلية زيادة هوي مركز ساسو كلاوي جيري دادو جيري حلالا معها وجيري اوئق ويقاب لما شدي قال هذا حديثك حديث علوسوي قيب طهوري ومسألة عن مر الله روح مسلم كا وإن او مسلمين تكون حجيرو تاليس كوي نظام كودانا وكا مرقاتو هداد خوك عن سيدو نظام إسلامي أو جراد خوك عن سيدو كب حضو مقلو ويدو كأمر قادم ويدنا تام عن ذو حاوي إلهي بالله كل ميساء أدو وح قرأ يوح قيل عيور دار من عن الله إن لك عذابنا أي بنان تاي هدان ربك عفين سبحانه وتعالى ننك الله كأسوه أدونك هدين تاسوه بعي أحد كولجن الدولة الإسلام ننك وحاوي يوحود انت قاب قالت قاب إسلام أو مصدمانين حديث حديثاً وحلقة قاطئة وكتوصيان نظام كإسلامي هو واجب نصب إمارة إسلامية على البقاع والأراضي والأقطار وواجب ويان مسلمين مبنانو سدح بين وحكبضاً إن يميل شوغان أيوان طلسي نظام الله نظام كسياسة وصيدة إن بضم بين هذا كورك هذا الله صوبنا عليه الصلاة والسلام وحويلي هذا صدح يوحك بدن صفرات ومقالذي تلسكي نظام كإسلام كجر أي كصفران ودول عدوها يجدون نظام لهين أي آذان وحواجب كوا صدح دوها متك من إني مدحوين كدكتان قدومي جرمان رئيس أستغى حيوش اللودي من هيا لبضا كرعيد وشعب لما مولا هيا أستغى أمير مجاكا نقول هيا ودولة تاغناني سي انت صفر كان لو جيرو مالكي سو لابطان او بلد الاسلام كيمادان امير كو عسلن ياهي مو عسلن يا هرم خلو مغا امير كو لو دسي صفر يا باهي تيمد باهي ده ضي دماتي الضروره تقدر بقدرها اذا ارتفع المانع عاد الممنوع بالليلاده إذا وحوي باهدي جرتي مركي سو أفعرنتو هوش واردمانيس هل كاسونا بيوكا غاري إن مسلمين تو اسكحرو نظام أسميو دولة أسميو تلس أسميو كالدنبين أسميو اسم قلال
صدح إنه وضع صعوده سفرة ونن حكومة يؤسن جرين هذا ما وضع صعون كرام أسكر رفاضة هيا اللهم أضي وين والله صعوده وين أضي نمو اللي ودايو وذات علم نمو الله حرم والله صعوده نين أون وحون لقوع عيسو هدو سن لسعون وقرباسي من النقضان ويكال دقاق هيا ما لنك شنك أربي دقالامي ويسكو صعود نقان هبين كنا ويكال زيعان من دمي اللي حكو عنا هيا وحسكو هيا بمتشرو إذن هل كاسو نبي وكقر عليه الصلاة والسلام ما بنا صدح مال موت مصر مرين تاريخ المسلمين تا صدح هبين وح كبضان أي نظام لا نقضان هدي أمير لوايو أنت كالإيمان أيوي نبي سيما قعابن شري طغا كاسي لهان شري مسلمين واتاسوي هدي أقل يوم مينورة المسلمين أو كنو الضلق على آتهين واجب حاوي إن مدودان وضي قدومي أصمي ستا تفهم الله بتركيضو مسألة خلاف كتير معها مريكن بات شوكتان مثلا يوروب بات شوكتان بريق إيشيا لتشوغا أفريكا لتشوغا مجدون هل لتشوغا هذي المسلمين تو بلد لو حيوك بدن يكونوا ليهين أو أقلية مسلميهين وحواجب كوا إني قدومية سميستا مثلا وحي مسلم وردن أميرو أعضي قليها قال إني أمير كحنا قام بلغي يا إمامي وحان لينا واجر مانكي مسلمين تا عذر كلا مقدعي قباني سام بين ده النجوس وتاجي يا ونس كاي إسكاي إيجيال وحلينا وواجب جينا كتاب كاي قرية واجر مان كمسلمين تا مركان نين كام بقى عونو ونكوه شين أنا كمسلمين تا وحواجب إنه نوم بقى عابن نمان شرعا نقول حكومة قضاة تولك استو قادق جيو قادق مشارك سنولش إنه كانت بحسان بواجبة ضد مسلمين تيل نينك أميرك إن نلش سمير سرطان جرمانك واجبة هوله إني يدنه نوردن بو قاضية ملحوينة ذلك قتلية أي مرك الله استغيا أنا واحد مسؤول كاي بيشة مسلم كا يكون ذلك إثيوبيا ذلك كينيا ذلك معانك هذا مريكا نود أمريكا يوروب وحين عضيست ومسألة دينية ماها لوغ لوغ هديدا قدومية إذا مذيع أيضا صمي سنين شريعة قيبت إذا أقول شيء قالوا نن إذا كحكومة أيضا صمي سنين لو حكى تربو ما يسال وحوي كبيرة من الكبار بتكشرتان ولي قلوا فلوي وكوفيد السوتا دم بوين بتكشرتان ليل النهار كين الدنته محمد مريا مات ميتة جاهلية ميلفوك بدو دون إيزانه سداسي كهالي الإمام ابن همام الحنفي صاحب فتح القدير واتقرن إيزان شرحي سكتاب كفيري مرقو شرحي وحولي يا ضي مسلمين النظام قدود دمو أما قالك حبنا أي قبصته سدا هذا حبشة كجرويلة الحبشة توبيو كهالي وقرن إيزي ديداد أما كجر تبو بلماشا اللي دادا بلانسية يقرطوية غرناطة بو كهالي أندلس إسبين مقالون وين مسلمين تلايون قعدت قالوا كل دقيقة مسلمين تاين نقول أقلية مسلمة والله قومي سني وحواجب إني قادم أمير دورتان وحواجب إني أصون قضاء ومقعاب دين كود وحي أصول رجال كم معمولة قاضي إن إنه وين مقعاب النووي قال نوم مقعاب كرو جرمان كان إن إنه مقعاب النووي قال نوم مقعاب كرو مالك يدا قيل وحي نوفرين هدو قال كن نوم مقعاب ولكن أنا وإنتان فيرن أنكو قاعنا قوانت سيد دين تسيد النميس وأوكي وحاول لأيقى يا كلبة ردها يييلي دم مسلمين تأيقون لقصبين هذي مسلمين تو ييلان ييلو دوسو شرع كون نقونا يا قدومية هاس يا قاضيقة هذي لكن قال كن بقى عابو أنا قونا إن إيه هان دهانو هي أسوقنا إن إيه هو يهوشيس يعني المسلمين تو وين وعي سياسي وفكري والنظام وين الله سبحانه وحفانتا الله صوه القلوب باشو معها ماشي آتاكتان شن إن الله كردي وين نظام سمي ستان واقل لو كنت شنتي صفر كأنتي يا ميل فوق وكيبتون كفوق قولي كي من الصوماليا مقال نويمي انت مرتضى قوين انشوغن وحنقول ميقاتي وحيدا اللواطن شن بانا اسكت وين الامير سمي ستان بانكور ويلا يا بيت امير بالو باهي هل يجوز أن أمير سميسون كل شيء ما ينور دور يتوان قويس بانك عن النهاية سؤال عذر كذا وكا
kuwi idin nadaaminaya ganacsiga islii baad ku heshiin la'dihiin. Horta waa midkan jermaanka waa loo shacabahaya maanta dhuyuu yahay iyo waayo iyo baad ka dhammaanayn. Goormaad kor u fikiraysaan? Goormaad dan guud iyo dan muslimiin iyo wax idan ka dhexeeya ka fikiraysaan? Intaada waayo iyo ficiish ku haysaan indhaha kala qaada meel uba joogtaan waa waajib inaad samaysataan maamul idan mideeya oo danihiina qabta culimo qudaad oo idinku xukunta shareecada waxay gaalada idin ogol yihiin meel walbaad waxaa laidinka ogol yahay alaxwaala shaksiya dhaxalka iyo furitaanka iyo nikaaxa iyo maxaa kaloo laidin ogolaa isoo qabta ya yaa fahanteen maro fariinta haydin gaadho ilaahayna maqraatibu ka yimid badan idin sheega laakiin waa diidantii rawaahu muslim muslim baa taa macnaha ma dowlad ku baxa ma waxaan ka hadlay war idinka oo ku hoosnool gaalada nidaam samaysta wey culimada ka hadlay waa masala diineed amiirka iyaga aan dooranay ama jermaanka noo hadaan bulshada muslimka nahay waxaa u banaa inuu adeeco u hoggaansamo waxaan sharcada ka hor imanaynaa madaxweynaha u sareeya dalka isdagaalka wax culaysan ma laha daacada ama taaca dhaba ka dhiga ama mukhaadaca ka dhiga si xanafiyo sheega hawl iyo taal aniga maaha waxay khusayo waxa weeye in idinku wixii shareecadiina idinka suuragala isku maamulataan midowdaan iska warqabtaan waxa kaloo haysa oo dhan waxba kama jiraan saa haddaydan yeelin kiina dhinta yaasin la'aan buu dhintay maata miitatan jaahiliya ya booran hawsha inaad ka kentaan kaa rabaa shaba maxamed rawaahu muslim wa fi riwaayati lahu rawaa muslim waxaa ku timid waman maata ninkii dhinta wahuwa mufaariqun liljamaacati fainahu yamuutu miitatan jaahiliya waman maata ruuxi geeriyooda wahuwa mufaariqun asagoo ku gacansiidhoo ka tegay liljamaacati bulshada iyo midnimada muslimiinta fainahu yamuutu wuxuu dhimanayaa miitatan jaahiliya dhimasho gaalo shabahda ama dhaqan gaalo shabahda ama geeri gaalo u eg ayuu dhimanayaa ninkii muslimiinta ka fallaagoobayna sidaasaa nabigu ka yidhi ninkii asagoo nidaam iyo cahdi iyo beeca islaam ku jira dhintayna saasuu nabigu ka yidhi halkaasoo shareecadu ka taagan tahay nidaamka iyo xukumka idan nabigu wuxuu idin sheegi doonaa waxaasoo dhan wuxuu ilaalinayaa waa kitaabka rabbiga shareecadu inay taliso ujeedda ma aha hadalkan dambaad ku arki doontaan almiitatu bikasri almiim wa hay'ada iyo qaab dhimashada weeye وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا مقلا ننك التلغة هيا اسمعوا مقلا دقها أفرا وأطيعوا أهو قان سمو فلي أمر كيسا السمع وورطة وإن هذا الشيخ مركو رسيف في عنو دقائيس تدقائيب تدقائيب تدفهان تكدمنا لقان أهان أدو فليسو وإن استعمل هذي دون تاهوا لذنك أمير بها لذن كردق عليكم دشين عبد حبشي أدون حبشي adoomada way ka adoonka farinjiga ama ruumiga ah ama turkiga ah ama kurdiga ah ama ii sheeg siqilliga ah ama carabiga ayaa ka fiicnaa midka xabashiga niman taag yar oon quruxsanayn oon tabar badnayn oo shaqo badanna qabanin ayaa loo arkaay marka nabigu qaayo wey waa miisaal uu qaayo uga jeedo ismacuu lil amiir وأطيعوا أطيعوا جانسما وإن استعمل أي ولو استعمل هذي الدون طبها الله إذا كده عامل يا أمير عليكم دوشينا عبد حبشي أدون حبشي لأنه وهو علوم مسلمين تحكوا إجماعين أن الإمامة لا تكون للعبيد إجماعا من أدون حر أهين مسلمين تم الحوين أمان نقون كرب الإجماع نبي محسن المركولة وحان دعيني وحابنا نحوكم إن لقو حلو شيء مستحيل القضية الشرطية ما كانت الوقوع القضية الشرطية ما كانت شيء انه دعي يقول ان كان للرحمن ولد هي فانا اول العابدين اذا ما هدي عظم يلي ما دعي كرتوي ما دعي كرتو لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط قرآن كي سنة وهوشا غاياها ويكون بضان تاي قضية شرطية كأن الرأس ومدح سآد مود تيمه سوالو جدا كأن الرأس وإيه كأن شعر الرأسي مدح ستين تقطع لما تماه كوية لآد مود زبيبة زبيب زبيب كواضع عينب كمركم إن قد
waad aragteen wax kuusquusanoo madow buu noqonayaa. Timihiisa adaygoodii yaa intay waxay u egyihiin weeye digafuy bay u egyihiin. Ninka noocaasi saa u xaqiraysaan muslimiinay dhaqan ahaan iyo marka la fiiyo caad ahaan, ninka saa u xaqiran adduunyada agteeda haddii la idiin dhiibo oo amiir la idinka dhigo oo talada uu qabto maqlo oo u hoggaansaba buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Wallaahi inaan yeelaynin ninka saa u eg lama ogola wey. ee ma aha addoonku inuu noqon karo imaam muslimo noqon karo. Waxaa koo dhici karta inay tahay cimaalada yarayd ama camaalada yarayd ay tahay oo asagu ma aha khaliif ma aha madaxweyne guudna maehe degmaa loo dhiibi karaa. Matalan jamaaco yar buu u noqon karaa amiir, suuqa maamulkiisa looga dhigi karaa mas-uul, musaafiriinta mas-uul, daar iyo guryo lagu xanaanaya agoontu mas-uul ka noqon karaa. Waynu sumcin calaykum fii camali mucayan cabdun xabashiyun. Taasaa markaa iyadoo macquul ah way bannaan tahay addoonku hadduu nin wanaagsan yahay in loo dhiibo camaasha uu qaban karo isagoo oon loo dhiibi karin, loo dhiibina talada sare ee muslimiinta uusan qaban karin ijmaaca. riwaayadii kala caddaysay xadiidku mulxusayn fii saxiix muslim baa faahfaahisay ismacuu waatiicuu walow usticmila calaykum cabdun xabashiyun yaquudukum bikitaab illah. Nabigu hawshu waa sarifay, wuu caddeeyey hadalku boqol boqol mee wuu sarifan yahay, waa shilin shilin. Nabigu wuxuu war maqla u hoggaansama hadday doonto addoonba gacantaa laydin geliyo inta uu kitaabka rabbi idinku hogaaminayo. yaquudukum bikitaab illah wa fii riwaaya maa aqaama fiikum kitaab allah. Sarrayntii yaa iska leh kitaabka ilaahay. Axad walba oo kitaabka nagu maamulayo haddaan maalinkaa weyn wax isaga dhaama u hoggaansamaynaa, mana isagaan u hoggaansamaynaa mise hawshu wado kitaabka kitaabka weeye. Ninkaree macalin la yidhi sonkorta iska ayar soo sideed toddobaatan jira shaah baa leeyahy sonkorta kadaa maxaan sameeyey iska kaboo. Wuxuu yidhi biyo kulul macaan baa ii geeyey bur anu sideeduba. Biyo kulul maxaa laga doonaa? Biyo inay qabooyin bay ku fiican yihiin. Biyo kulul goormaa la ka badaa? Marka dhadhan iyo dhadhamo uun kaa gasho. Marka anigu biyo kulul sideeduba macaan baa ii geeyey bur, marka haddaan la sokoreynin kuma jiro. Sidaas way annagu waxa addoonka noo geynaya maxaa naga galay? Kitaabka Alle. Maa aqaama fiikum kitaab allah. Kitaabku waa maqsad, kitaabku inuu taliyo oo laga amar qaato oo isagoo adduunka saytareeyo waa maqsad weeye. Nimankii axraarta ee reer qureysheed haddaan weyn ayn hogaamiyaan maxaan ogolaanaynaa? Nin walbo islaam sheeganayo kitaabka nagu xukumay iska hogaansamaynaa. Maxaa yeelay danti aan lahayn buu qabanayaa. Isagu waa adeegi, waa khidmeeye, waa ajiir, waa qawsaar. Xoolahaada raggii aad rabtay hadday dhaqi waayeen maxaad samayn? Kuwa waxaad oran maalinkan ceelkana kuu geeya, gosha iyo darintana ku leexiya, duwaaggana ka dhowra, hadday doonaan cidday doonaan baa noqdeere. Yani muhiimaddu wixii aan lahayn hadduu noo qabanayo madaxiisa goonka ah iyo madowgiisa fuulxumiisa waxaan nagama gelan annagu. Halkaasuu nabigu ku gaadhay calayhi salaatu wasalaam. Shardigu waa ma aqaama fiikum kitaab allah. Hadduusan kitaab rabbi nagu dhaqaynin, quraysh baa allaha ka dhigee hee, amiir nooma noqon kara, mana asaxahayo, isma qabanayso hawshu. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أبو هريرة عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وآثرة عليك. رواه مسلم. عليك السمع واجب حقوقها مقل أميرك تريس مقش ما يلي ما يدامر كدان لمقلين سوى الله كلا الضمبين. والطاعة جانسا لسوء جانسا بعد السمع في عسرك عليسك هذا مكي عريدي أذكو جرتو حال عريدي أي جرتو ويوسرك حالة سهل أي جوكتو حل أباريد إيو حل برواقبا حل بري سمي حل بيحوي حل برواقي حل أباريد كلي. وأنا هذا المركز الحقوق في عن طينا أمر كقاط مركز الديد هذا ماش باش أضاد دنيسنا هي الدولة ماها ماش مطل كلا ضم بين مطل وعباده أميرك إن هذا مقاشو أمرك سفل سوى من الدين وعباده وقرب على لو دوانيا بل وطاعة الله ورسوله وقاردنا في عسرك حلق عليسك أذكو جرتية ويسرك حلق هوش كوسا لن تايبا
ومنشطتك حلقة فرعون تايو ومكرهك حلقة عقتشي ذي السبع هذا فرعون حقوق فهميسن بأمر لقسيي وقضى نيسا ودفل نيسا هذا عقتشي ذي مانتو دن دالنا وفرط بكباه كو قادلا يالا كبا قادلا يالا ودقاق ومهب لو دقاق ودقاق يسا إلا بقوك الميني أمر كدفل نيسا هذا نشاط يفهمات شرتئيو هذا فهمات دران تايو وهسنة يسبا وإن له جانس ما أمرك الله وعبادي قرب معايا لصلاة ضبا وأذوق على أذو على كشيء ذي أذو فما يسبا وأذوق على واجبات كدينه ذا كله صلاة ده صوم كذا الزكاة ده وضق بطة نفس الشيء وعبادة يدورة الله لو ده وبلوا يدن جود ومسلم باكو حرام يو أثرة أحشو عليك لقاء هذا أذو اللي بدو يدم مقلي وهو شوفلنا وننفي عن أديه يا مرك حندي أدون لقيبين يا حقوق لقاء حنايا ولقاء سد برسان هيا حقوق غرامات كي والله قوي رين نمان كروت كشقة بان طيب يرش اللي بيحن وأقول أدوية إسك الصبر أبو حق الله حق الكسر رواد جدتي إن أدمقشو فلوس أمر كيس وهو جانسنتو أيا كسر أجر كذا شقيست عبادة ويكون جنتي الله ودواتي أصدق إنه أحضي ودم بقوق علي حقنا حق لو ما بريو أصدق حق يسي واجب كسر وكسر بحوي شكرا أصدق حق يسي كسر بحر بقى لا حساب طمي أما أدو واد قدرت صلاة ضم عيد كلا دوقت تجيزا أبدا أديك واجب كلا إن المقشو أمر كيسنا آت فريسو دنت قد المسلمين تنا آت طور طو أها واجب كلا والله تميت أجر كلا والله ده أصدق محل قربي إنه قرصور عادل نقضه سيسيمن وحق قيب إلهي وكعب صدو ويلي واي أسأل كدن باب آخر كو قبري أضوغو عبادة ده اسكاق عياري ما شرعه كليه أضوغو عبادة ده الدين كده اسكاق عياري يو أثرة حشو لغا إحدى حق حولها قيبن تدو وآفده دقيان كسياسي إيا فساد كاقتصاد وح أمد الرقي ويا مسلمين أي وحبه وصعون لأي إبضاها اللغو دماني الطغيان السياسي والفساد الاقتصادي لبدا قضب وي وحي مسلمين تمانتر للرقم دي بغيان سياسي وحن وجدنا تلوضو دي وحاها يضان مضنين ضدان وليبا مسلمين اهين ضدان اسلام وحو اقوم مقنين ضد قالوا اقدامة اي صدر ستو كرستي انك بغان اهين لكن مقع انك يمو قال كانك اليه لبكاسا تاقن الطغيان السياسي دنتي زائي وحي قاربان بفليا الطغيان السياسي دي بكاسا كده الفساد الاقتصادي نوام حياتي دقاليه دلقوا لها يهانتي دي مسلمين تلها ايه قال يا لوح يا قادتا ان يرو قويس ننك او قد عشان او يكتون تان مدكا انت باهيبا يودا مانيس هدي الله قيبيو سيصحو الشريعة ده مسلم فقير ادنك ما تلقوا ماركي اذن كالصومالية دي سكدا عدك ليه قويس كده ما تنو قدرت كذا أتصفى عنه بحسن صفى عن الله ما ولا فقير بما يدين يلتين نقاله إن لقيبيو وسشرع الله قيبيو أيا لكري لا أي هاي ثرواتكم مضر ما مكلا لبيت مالنا يا لقول عيارية إن الرجال وإن الزوم الري يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة حول إلى ركض من هاي يقول عيارية حق سان دورين إن أنت أن عم ليس كما جهيس أن عم ليس باكدرقي الدنك آخرنا هذا النار باقوة حيو ونحو الإسلام بي يباب بي يعني أنت كالي أن عم لينين أن يس يعني يس بوس دين أما أن كل بقس نقونين هي قاجية مع أولي سحرير يسرع بالله باب بي بل نولش اللو دي دي أو شهاد الله إسكا إلالي وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الصحابي وحيدي كنا مع رسول الله رسولك لما نقول لك مالي مال ما كم يدا في سفر سعودان فنزلنا منزلا ملبن الدقني فمنا وحنا قمدها من يصلح قباءه ننتين ردي سد السنه اللي مره دي اللي دقوا لفرت الحسبه اللي جاي ان دي ردي سي تن ردي سي كده يقرين تو تاغ كخرانيا ومنا وحنا قمدها من ينتظر ننتوق دسانيا قولي أنت بنانك أو بحوارنا عشيش برنا أو برسيدا وحلو توك تأينو برنا بالليل كودي فلارد ودي الله بحاي وتوك دسان يورمه هذي يأي بدر سقاب كل الله طوره ومننا وحنا جمدا من هو دول في جشره جريسي هليسي لتشوجي أورتي فوفتنين نحشوجنا جمدا
gaadiidka rada laga dhigay ee la sii daayay inuu tuugii meel ku soo xirxiray oo ku seetay kadibna ilaalinayo la joogay ayaa naga mid ah jeesharku hadda oo xoolaha intii la foofiyay meeshii gobolka ugu dhacay iska bariyay yaa jeesharka la yiraahdaa hadda laakiin maadaama safar la yahay safarku xooluhu wato maxay sameeyaan waxaa lagu sameeyaa meesha habeenka la bariyo ba iyaguna bariyaa xero gooni loo oda ma laha marka shaasha lagu yaa jeesharka lagu matalay wa minna waxaa naga mid ah man huwa duul fii jeesharihi halihi iyo awrti la dhex jooga oo markaa daajinaya ama dhowraaya id naadaa munaadi rasuulillaahi annagoo sidaa kusa in toog dhisanaysa in xoolihii foofisay iyo gaadiidkii in teennada hagaajisanaysa buulkiisa dhisanaya id naadaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuulillaah rasuulka ilaahay ninkii u dhawaaqi jiray ee bilaal oo kale ama nin kaloo cod mallan baa dhawaaqay ilan lama haya makarafoon iyo wax codka jiidee muxuu ku dhawaaqay assalaata jaamicatan assalaa war salaada u kaalaya ayadoo ururisa ah oo kulmisa ah asalaatu waxaa lagu ku kordhabaysaa cala liqraa wixii la odhan jiray jaamicatana waa xaalow sidaasaad yeelaysa idan saasaa idan marka nabigu ummadda salaad hadda ugu yeedha waa la tukanaya waa la sunaysanaya oo salaada u kaalaya haddana maye la tukan maye maaha marku nabigu ummadda salaad ugu yeedho sunayr baa la tukan bacdaha buu nabigu istaagayaa oo markaa ummadda waaninaya fajtamacna waanu soo uranay warkii maqalay iyo wareegtadii dowladda fajtamacna waa isu nimid ilaa rasuulilah rasulka baan ku soo xoonoon oo iskugu nimid riwaaya xadiidku wuu leeyahay fantahaytu ilayhi wa yakhtubu wa yaquulu ayuha annaas asagoo cabdullaahi wuxuu yihi waan maqnaa dhabaqa makan maqlay ayaan soo dhaqaaqay nebi maxamed oo taagan oo khudbaynaya ayaan soo gaadhay fajtamacnaa ilaa rasuulilahi faqaala nabigu wuxuu yihi riwaaya kale xadiidku ayuha annaas innahu lam yakun dadow innahu lam yakun ma ahaanin nabiyun qabli hortay nebi ma jirin ilaa haddii hortay nebi jiray kaana xaqan calay nabiga waxaa waajib ku ahaa an yadulla ummata ummadiisa inuu tuso oo farta ugu fiiqo una qada dhabaheedii calaa khayri maa yaclamuhu lahum wuxuu og yahay waxa ugu khayr bay inuu u sheego culummadu iyo ambiyadu waxaa laga rabaa shaygay og yihiin ee wanaaga midka u wanaagsan ee u fiican ee u ajir badan ee dantada adduuniya mid aakharaba ugu khayr inay kuu dhiibaan kamba waa khayr iska qaada ku dhihi maayaan ka ugu khayr badan baa waajibka inay kuu miiraan ilaa waa nasiixo weeye wayunzirahum inuu ka oga digaana waajib ku ahayd shara maa yaclamuhu lahum wuxuu og yahay waxa ugu shar badan ee dhibaataynaya xaaladooda iyo noloshooda iyo diintoodana waxa ugu halisan ee khatarta gelinaya inuu oga digo waxa ugu fiicane wanaajinana u sheegee bilaya intaa marka waa arar muhiim ah oo daruuri ah nabi allow maxaad xiga nabi wuxuu wa ina ummatakum haadihi ummadiinan tan ah ummatu muxamed ah ummatu lijaaba loo jeedaaye jucila waxaa la yahay caafiyatuhaa badqabideedii iyo fayowgeedii waxaa la dhigay fii awali horaanteedii diin iyo iimaan iyo fayoobi iyo fidna la'aan inta horaa qaadatay oo ilaahay ku irsaaqay wasayusiibu waxaa haleeli doona aakhiraha ummadda gadaasheeda dambe waxaa haleeli doona balaa-un imtixaan balaayaa ku habsan doonta culamadu waxay leeyihiin awal umma nabi wuxuu u jeedaa khilaafatu abi bakr wa cumar aakhir alumma balaayadan wuxuu u jeedaa dhammaadkii khilaafadii cuhmaan iyo wixii ka dambeeyey ilaa yowmina hada bay taagan tahay ilaa yowmina haada waa min mucjizaati calayhi salaatu wasalaam iyadoon dhicin buu usii sheegay wayna timid wasayusiibu aakhira aakhirkeeda waxaa ku dhici doona haleeli doona dabayaaqadeeda horraanti waa badbaadeene balaa-un balaayooyin iyo umuuran arrimo waaweyn oo diin xumo ah tunkiruna aqoonsan doontaan waxaad la yaabtaan oo diinta ka baalma oo diinta ka dhan ah oo shareecada ka dhan ah oo ilaahay raalli gelin laynin oo dhaqan xumo ah baad arki doontaan wa tajiu fitna iman balaaya iman yuraqiqu bacduhaa bacdan barkeed bar kale u fududaynayo la cibsiqiir ka dhigayo fitna ku soo mari waxaa dhihi tan waa tii lagu rogman lahaa madaxa qabsanay waagii dambe tiiba waa kula fududaanba tiiba kula fududaanba wa tajiu fitnatu fitna imanaysa yuraqiqu u fudaynayo uu lacib sakiir ka dhigaya bacdaa barkeed bacda barka kale yo midba mid ka daran maalin markaa hadda idinka soomaaliya dib isu fiiriya xaaladba ka soo baxaysaan haddaydan tanoo kale weligeen meenaan arag nama soo marin saad ugu haysaan tu kala iman tii horada tiibaa dhaantayba waagaan waan dhaqnayne baad la gici waagaan waan dhaqnayne waan dhaqnay maxay tahay soo adigu maalinkii tagin lahaa wax la mid ah
وأدونك بصائسك دب هذا مك ضقن كيني يضد نماذج المسلمين تدو فيروس هذه شو ما أنت وحد كتاعن أنت وحد الله مدوي الله مصمر دب أعطى تاعن دم والبا دلجة ضقن حمضة فساد كعروت كيمت هوانك قلني يرادي قبل نماذج الدرادة دلجة الله قلناي قل نماذج شرته وحن بن آدم وحكت دين بدو حكت إنسان وإذا ما تضنمه قبنمه وحد عز وشرف مجرد مش بيعبل مكجرة بالذين عقوق بحق الله مجرار حرام بأي أولاس السويدين ما يربى ربى إيوه وإذا دوالهم فأنين كبير سموه نينك ربى الشيء مش حملك ليه بالأوليه مرك أف حقي جوكتا أفضوا ما هاشينك وحاوي روح منه ماشا قد انتو ضميرك بعد ديمان إياه قبنمه بعد ديمان إياه إيمانك بعد ديمان إياه بحل بعد نقون إياه وحول بس كقاضني وحورس نبي وتجيء الفتنة في النية بلايا إيمان فيقول المؤمن روح مؤمن كدرين كالوحورنا يا هذه تنتصمها مهلكتي توتي هلاقي لها دد يدوي تي بإن لا يواتا ثم تنكشف ويفيد من ويتجي إلى وقت بعيلة هاي وتجيء الفتنة مثل بعض بإيمان في النكال فيقول المؤمن هذه تيورا كبد بلي توالي واتنقب بعيلة توا بعزه وتي بإن لا معنا أجل بعض كسعوتا نبغي حور في حقوق المامي في الدنيا كم مرة ما نيار ساس يسد بتشوكان وهير سيد هبين كير كيسة بض موجوده هذا كلوي إلهي مرك إنه كبد باديو دين ده واحد كتقنع كل قنتو إلى لسان لقاد دونية سمع الحب كم قالين طالع كودرا عبد دع ما كذا إذا بتبايزه واحد يجي ترى كتبه ارتطر واحد لو كنا رجلي عد كله كبد بادين اسكا الى النفط ضوي نبي خول فمن احب الروح يجعل يضنين ان يزحزح عن النار نارته ان لا دهريو لا فغيو ويدخل الجنه جنن لجلينك دونيا محو سمين فلتاتيه منيته وتكيس هو يمدي غيردي سو تيمادو وهو يؤمن بالله واليوم الاخر اسو الله يو اخر رمس دبا الايمان بالله وما سلف بلارن وي واجباتك الله إيمانية حارانتك كديرانية سنوينك كدالية خيرك وحيق قبانك رقبانية إذن إلهي رسولك يا آخر أدو الرميس نفطها كاب حدوي ومانا قيري ده هايستا مانا ودك حكومة خاتم حما ودعي كرتين نبي وحكو كدال وحيق قيب قدان لها أمكيني لها إن خاتم سنكود مبتو خاتم واناكسن البداية تدل على النهاية بالله وحوك تصار دماتك صدقاء عيون دون ابن سانسان كذا قرتا سيوسع توفي وحسكود عيان شنقرد ايو سيدي اللي هذا يا وحكا قرتا يماشو حيني يغفرين كالي اذا لا ايمو ويوحي كيني لها ان اد ايمان كل موته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وكالوي ولياتي الى الناس تاوى وحق الهي نبي قصوك لقد افرس حق الله الألك عبسي تقوى نبي صلى الله عليه وسلم معاملة يحسن الخلق نواتا وليأتي إلى الناس ضدك الله قابلها أولي ما دوها كل رقم الذي دقنك يحب وجعل أن يؤتى إليه لولي ما دو ورآدم هي بشرك وحد تعيش إنه كولي ما دان كو قابلان كل رقمان أدونا كل رقم وي إن لقونا حريصة تعيش تكون حريص سيقوا من نماء إن لقونا الله تعيش أولا هذا إن لو فهمه أو بريء أظن بريوت من لو فهمه تأساس يال إن هو لو عاوي هذا تعيش هذا كعاوي إن لقى حش هذا تعيش هذا حش وحول به وأنا جا أو تعيش إن لو أدي حق هذا لا للسؤال هذا أظن مدلعات وأن بايع إماما ما الحوين إنك الله بلا ما عهد الله قال إنه مقلها يو ضيعها يو دولت وكثير سنة أو فأعطاه سيا صفقة يدي جعنتي سكر جرادة جعنت الجليا اللوتشي أو بمعنى لب الله ما مكوا حلا كل إبسنا جعنت الله يسقبطاي وثمرة قلبي يا قلبي سميري سي يعني إنه النية كتاجر سني أنا الشيخة أفي أدنى وكتاجري فليطع أميرك ها أضيعه وجانسم إن استطاع دو أوده فإن جاء آخر ما حوين الله بهدو يماد ينازعك بلنت الله قش الأمر ما يكوه يستحقون قتلدا فضربوا عنق الآخر مثل كالي أما آخر كدم بي أما كالي قرتي سوسيف كوكوية نبو إنوش عليه الصلاة والسلام بعد الشرك والكفر بالله
إله لغو قالوا ودينك لغو كفرية وحاك دنب يصور عوام وكعيقة ونف مسلم أه وحق در الله دلو هذي لك يا مسلمين تلاوة قيب سنته ومدحوينه هورو إنو جري متك لأو سوب وكيون آن قالوا بين أما آن لعزلين أصانا مدحوينه يويد هذا حنا بيو كنتم بها لدلو نبو مديك بكو هليل إياه مسا جريتان كنو دورة يلعن لياه جريتان كينا عمر مكوس أنصار لدو ذا محويري أنا قلنا أمير أنا قلنا حدنا أمير بن وقلنا دان أنصار ناي إذن كان مهاجرين أمير يشاء لا بد أمير هأطلي المسلمين تا مد أنصار حكومة يا وح أنصار كتشيلة ينن حكومة مهاجرين وح كتشيلة عمر محويري سيفاني في غمد لا يجتمعان بول لا بد سيفود هم حلق الموضة الجلاد لبتو ريود لبت بالله قال له موضة الجليو قول حركم هجيسو تليس اللمانات محلين توقتي اللمانات هي تليس اللمانات انت هذا كل قاعد تاي عنا ايسان كله تشوقين اذا اسكاب بلاها اسكاب تاي بعد العشاء اسكاب سيحاني حد انتات سمين درك حد انتات حران حلقة انتات صوكي سلاة اللي قرآن قد انتات آخري هذا هبين كان سيحاني انه اسكاب مرقان ووردي صوفية تغربته ساد دونت ديلي يا مركا دو وادن وارقتو مالينك عرسو قران يا اسلام تيماد مايا هذا جوجو هوشن بلغلي ولا غلا هيستا كتاب كاد مبخين كرتا دون تلا ويدين ريركا يا ويلكا يا ريركا لا تشن ولا غوا هيستا ابتدا او كو يمد سبان يرمسين كرتي ما عيل بالا تن وا تي وي تاكل زي لغوليه دوقن مشو تاغيه يا مرض بن نف ملكي لو ديبايا هذا كل شيء ماشي كتلي سنة أبد مياه إسكوا درسات دي كل وقت بقى أنا ملا صعور دور رجاي هذا لكن مدي كرتيد يعني مر هذه أي ماشوا تمادو وذا جينادو طلعونا أي قيب سنتو وحوي ويات كانيسا مسلمين تونا هل روح طليوي هل نبقى طلي ليا لا طليال بويان ليا مجلس الشورى بويان ليا جدي حكمو يا الله يا أو أسرع هذا حتى خلد ما عزلي كره ويسلف كل هانجرون العلماء ولا هانجرون الدين تونا كاتش وكين أبو عليه الصلاة والسلام نبو أمير كده جاي صحابه جم حد عقبة مالك ينقصهم الرسول أنك أمير كبا خالد دينات جلي مرك الله صلى الله بطيب النبي قو أشجع النبي قو دعو كرعي كلهم تسكوا يا ريبوس هذا قو عنانت وحور موحد كري ويدين هذا مدحوين إذن قدوم إذن كردقى أمير إذن كردقى أو تلاذي أمر كدين أوفلون وعي إن ماشى كقادان وإن كلامك عوضا نبقى أمر بوزي أعجزتم إذ بعثت فيكم أميرا فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري واحد كريو إنه إنت الله يقول رقم وأوينا ننك تلاذي شريعة فلون وعي إنت ماشى كردقى ننقم من إناد مقعودان وصاحوش قوة دار أمير محلو مقعابي إنو شريعة فلية دو فلن وايو اسكتك مالي وذا أنت دو مقعادي كرتيدي قيلها النقا وانك نقا بابين اسكفرسان لينا كو كلام مقعابينا إذن مدحوينوه هدي دانيه مسلمين تقوق قبو أصوهن دقل لقا قبانين اون قالوين بال عزلي كرا عزل عزلتان أفقن بملتري أو أبيضه وندي كود هذا ندي اللي هي الكراهة انقلابك والله بقى يبدو الدم وإيوه يسلمي أفجب من اللي تريهم دي كود هم بعلى الريحي رب الله زين قل كذا اللي وحري شغال لوس من النروب اللي كده من العدد لقى نحن عصب بيع على قاعد كتاب الرب جاي أصون هذو إن كان وام حي عرب بركة إذا نظام كا وإنه سدايا ولا فهمه وحنا إنه يهين قوسار لوغو تلا قال الشريعه اني فوليا لكن افد ان مركه النظام كان مودا انه مقصد يا يوجد وكتاب ربك يقول ستان مركو موت كنو غاردي هي مركه وي الدين لا نقنيسا رواه مسلم قوله يقول النبي عليه الصلاه والسلام عفوا صحابك اوجدي نووي حديث كمسلم بأوري وحكته قصدي إيه سبب كي هو دم هو شو دم بك إيه سؤال دم بقى لا كتبت بك تقول عليه
حديث كنين كورين أيه وتابعيه عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة الليل هذا حوري حلقة وحن صوفر ليس عبد الله بن عامر بن عبد الله بن عمر وفديه أيان صوفر يستي مع عبد الله بن عمر بيمس عامر بايدين قرينين كون يا إيدين دقم حدين دقم عبد الله بن عامر عاصبة صحة أنا كوا خلدين يا كتابكوا مع عمر كوا يحسون إذا ما كان آخرين هاي مس عمر مع عمر كوا آخري عبد الله بن عامر عاصبة حديث كان إنك إسكالي من عمر ما رجين عمر وقنا يا نقفي عن مس كل من أنا قلتي عمر بايدون قرن إذا كافي عن عبد الله بن عامر عاصبة فديا حلقة حلقة فديان صوغ عليه ونك عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة حديث كانوا الشيعي مركو حديث الشيعي يا إنتان لبنان إنه فدي أن ما رحي رحوا ذقلي للدولة ما إيش تقول عبسانة يا عارو عبد الله يو حديث كم هذا النبي كم مغلي ها برا النبي كم مغلي إلا من كود داري ماذا كم ولها دقيه أنكم مغلي وقلب جاء قبطي وكود دارتي بوري مركو أصلا يدي بهذا يزداد هاي إمرأة أركو حلي نك الله حقك وجرا لبنان يعني ما رح حق شذا كله منها يا بس دو سويس تقبل لوجانا كتب الله طلع هاي حقيبة هذه ما كان أو شو هذا فهم إنسان مركا حاير يبود هذا يصير أتاي إن أدير كمعاوية سو كان نأمر هينا إسلاينون إسباب بينون حولها نجو عنو أو أمير هو أمير كده بيمد ألابتي بدرنسي عبد الله عم نعزوه فرصة يبود هل صع حكون أبو فوري مركاس أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله حرد إله أضيعنا وراك كراع هضو حمان سمينا إسكالح وقابي أنت تذكرن بأسكالي أنا كان أميرنا أنكو أهن قدومينا هدان شيء خير وكفره إن هذا يقول على واجبك وقطعه شيء معصية هدان كفرنا إن هذا خلافته ودي دي دو واجبك وقطعه ما هو حقوني أيها روح كستو آدماء وناقو كفره إن الواقع واجبه شرعا بهذه واجب كوتا حموه كار بين اتكارنا واجب وي او شوين زاد لو فهم قوله عن النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه يقول ينتظر اي سابق بالرمي وحكوت وحن كترتمي ان بالرمي غاني دالا غانو بالنبي ليبك ايو ونو شايمت كان بالي ليبك عمرك بالين يا هي غنتدي لو سميو بارين لو خرو برتي لغليو غمونك لغليو سفيعان فلان اللي قاليه نشاب كنا ومركو أول حياي انتي ان لقرى اللي هكاتي ولي أن لبالين والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء الآخر وهي الدواب وحولها التي ترعى داقي سيفوفتي وتبيت مكانها ماشي مركا قبل قول عن اسكبر يسا وقولوا لصحابه نبي عفوا يرقق بعضها بعضا بركات بركة لأفوضين ينا أي يسير بعضها بعضا وحكده كلك في نظا في نظا بتيور وحكده جيسا رقيقا وحش الحسن والدبع حسن الله بسقرا في النبأ هاي أي خفيفا وحفظت لعظم ما بعده تي كدم بيسوين كذي خطر نمد كذا أي تيور كله سينيس تيور كله سينيس فالثاني في نظا اللباد يرقق وحفظين يا الأول هذا واساد هذا لوك كدو تنهي هدي ونها لغا قبط هدي لوك دي لويس دكتور ونها اي جي بدقاي تبكور لبد في نوين كي دبكا كلا دران يا كلا دران يا نينك سوماليا دا انتي فلاردو كو دحداي ايشا كغا دحداي يا سلك ليتي لغا سي بمعور هورتو مد سلك يغي سي بران فريس تورت ايل بغورما لو تاري وان فريس وان تاغناي ايل غورما لغا تشدا هوشيدا وقيل وحاله معناه وحاو يشوق بعضها إلى بعض بتصحينها وتسويلها قل يا وحيد ما فضين ما هو قيل على يشوق بعضها بركيد وحكوت عليه سينية إلى بعض بركل كوجي لها يا بتحسينها قرحن تدي وتسويلها نفطة يكرع دعنيس ويقولون قرن تن تير ركوبة بالبادة تضم ما تقش حال النبادة شيء حوليسنا والقاطي وحيد وحكو يا شباب اللواي نين محوية ريه برضو ما يكون في رجيت بيقول هذا ما قدم سلح والله بدون لهش وهذا ويضم ملك الشقيه يا خانه دي وحير كحضيه
maabad wasiir noqoto wixii Soomaali oo dhan la qarid wasiir maxaa ku madaxweyne ma noqoto finna finna ku dhiibi nima saas ay ku fasireen finna finna way dhacda finna finna ku dhiibi subaxa leeyo dawca meesha maxaa ku barato maxaa walba ugu baqtidaa sayid baashu u raadinayso una sugeyso وقيل وحال لما يشبه بعضها بعضا ويسؤكتها في النسؤك وعن ابي هنيده وائل بن حجر الحضرمي الكندي رضي الله تعالى عنه قال سحابك وحول السلام سال سلامه بن يزيد الجعفي وسحابك ليه ايا ويدي رسول الله رسول كلاي بحو ويدي سؤال سو سقط ايمان دونت فقال وحول سحابك يا نبي الله نبي الله يو ارايت بالكورا حكم كذا ايشك ان قامت علينا هدي دشيده كي استاغان امراء نمان طلس يسألون حق يسألون حقهم يسألون حقهم حق ذبنا ودي سنيا ومرنا النقب صوب هذا ملح وين يال قدام يال حق ودي أو محمد حق ودي محمد أسمعوا وطاعنا ودي سنا ما قال أمر كان قبل فلية نوه كان سمي كهيا نبي الله ويمنعون حقنا حق نجنا ونودي ديان والعدل وحسن الرعاية هنا عدالة يقرصون ولا نقمان oo idantaanada ilaaliyaan oo idanaha naga jiraan oo noo naxariistaan madaxweyne intaas laga rabaa mas'uul al-cadl wa husn al-ri'aya fama ta'amurna bil muhanna faraysa saaxiib wuxuu leeyahay ma kala goosanaa xaq ay hadana siin waayeen annaguna xaqooda ma u diidnaa nabigu taamo ogolo fa acrada canhu nabiga ka jeesaday su'aashiisa u dhibsaday qaabkay tahay waa nin ku xisaabtan su'aasha u soo bandhiga ahaan aan xisaabtan مثل قال وائل بقربها بقرب هذه الرجل ده أيام كانت تلين جري وهي أسرق أو يشيبه نظام كان سياسي قبل هذا سفان زين يعني حور هذه وحلو قب الله ما هي أنا إيه حقي صار دور أسرق وكايا قد دورها هذا فلو ما هي نبي الله معنا بريزة ورد بسمك سؤاشس ثم سأله ثانية توم مر لواد بودي مر صد حد بحتك عليه نبي وكيف جسدي مر كيس صد حد بنبي وحويلي رواية كل حديث مسلم ولا وقت نبي وصوغ أبصدي أشعر أن قيس الكندي بقى الله الله نما يسقوي زين بعد ورا رسولك أم قول ريحي ما يبغى بسوي شيء ذي بقى قصة في النبي رسيد ده بقى شيء النبي جاي جوابه جواب النبي عن سقوي جاي فقال رسول الله رسولك لو يحوري اسمعوا مقل أميركس واطيعوه كان زمان فإنما عليهم أي على الولاة والأمراء دش هذا وحاصرا ما حمل وحلا صاري باصارا دش هذا وحاصر العدل وحسن الرعاية واجب كوا هدي فوليان خير أجر بكيليان هدي فولين وإياه قدام بابي وكفى القروبية وعليكم دشنا وحاء ما حملتم وحي الإنسان أسمع وطاعة حق حلق مبريوي لابد حق بهدي وذا شقين وايان ومدحويني عداد لقوايو أو دنشر نمار لقواي يدنين إيان حارس لقوايو إذنكو اسمقل كي إيهو قانسان كي هديدنا حق إني لا إماذا حق السيسية آخر الأجر كيف ليس أدونه وضق ميسانه أصغونا إلهي أبر إنو إنو صهانون إيو وإنتو مركا ولي مسلم كي آي وسنحركها لقو إنو إذن حق حق لقوم بريو نبي قسيدا سوهوش أكال حكومي لكن نقو حاوي صمالي ذو إسي أنكو سيو هدي لكن هذا نيسيو ويدو إنو كل قوي هوش إنو دحيس وعن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنهما عفوا وعبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه قال صحابه وحور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ضمير القصه وحد جدا وانها قصه حاجته وحيتها وحالته وحاوي ستكون بعدي وحاانت اني قداشه ما كدنتو اثره ايحو ايحو واحد دونك كتاغن ما انت ما هي ليسان لا تجدون من عادله او قرصوري او ولي مركي حنده الدنيا تيمادو سيده او قيبينيا ما هيسان ادونك ندا كوما اوغين وليهن دولتها شكتها نوكا لنا إلا اعتراف سنة أي اجمع دقرمها كان حيزا أي وهيسو ما شرها إذا دو أي وضع ملكة تليان عدالة دو وضع مقشان بإذن كان مقلا ملي يرد دي لقيا إذن كان بس إذا عرضها لس ليماد لحد بلوضة محاكمة المامولها هي تاريخ هو إذن كدو وانت حتى قالوا يكتاي وإذا دا عرض ماشو مال مكتليو وأوشكل وكدو وانتاي لكن هوشاني وحوي ايح واف وحدثك اسكول هاي سنه وايضا ومدر اسكور كنت ستكون بعد وحانو اثره اي حشو حولها هي قيمتو
الفساد الاقتصادي با نبي من دونه كيري وامور الرما امد تنكرون وهو الطغيان السياسي اصنحت قدب حق التلضعه يمامولكا هي فساد يحد قد بحق النقالة قيب انت توزيع الثروات توزيع الأموال والاقتصادات اقتصاد ورنبا دبك إيماني دولة ما أنت مسلم الشيخة تقول نقالة هيدو أوصن كفل المجرو ولبا كبضني دراسات قد الله سمعين شن دولة أدون ما أنت كتب إسلام الشيخة تا أي وحي إسلام الشيخة مع الدروس كايقة دروس كايقة مع الكون شياطين الرافضة يشيخة نعسرية شياطين إيران فردية كل كفلا هل روح كسو مسلم بشو حكوز دخل يسكون دور بنقل لا روح كسو مسلمة مع المجوس تنشي قطع كسو در وشن دولو كلية هذا قالوا استوص الله قيبي لكن أبدا وحق هذا بنقية مرنك يسكي يلا قال مكبط ما لقي هل قاسو كده حليستا إنه والغوت انتا إنه والغوت انتا كوين هذا حقوق يا شباب إسكبر ده نبى منادو نيجش كيني مراهن سومالي وكان عصدا دوي بوت تجاي تدوها بين بوتيل تجنا يا صديق قلي أخذ ميني بقول لو تكون ضرب اجتماع تدوها بين أنا لا سعودي بوري أنا لا سعودي بقول لو تكون دولار وامي مسا صدق 8 مليون كين شلنا هالويك من نسمعوا نيروبي كتير قوي ما عمل قاله هين نيروبي هوس موسي دجا كبير كين نمشي مري ما عند مركب من عبيرك شيء جيسان هل كانوا بدت في وش شيء أسبوع كورنيت بنو ماينية وقف وحاج ضد كان باهي قاتي ورماني أبارة رماني قالوا وحنا النبي الله هدي حقي إيمان دون توحد قدوا من إيمان دون فما تأمر يا رسول الله رسولك الله كيف تأمر محاد فري سيد محاد فري سأمام سيد لي ضاي ومحاد كل ذي من أدرك منا ذلك أرنك أساق روحي هل إلي قاري عمر وقسمه نبي ومحاد كل تلنزق نبي تريد سواط تلفيو طلع إسلانا تؤدون وحاد قدنا إيسان الحق الذي عليكم حق إذن سارنا ومرضا أيقا وأدمقل إيسان وذو كان سميسان وحن معصيه الدنب اهي وتسالون الله اله واحد ويدي سنيسان الذي حق لكم ان كان الله يدين ربي ادن سي انه اميرك اله عادل ادن كدغ او هنون او سهدي او ميد كف عن ربي ادن سي هدان هداي لا دونين دعيستا وحبا دغالك جوجيه وي ولي وانت امرت سالان تايو ما اقام فيكم كتاب الله اصول جهادك وضوء احكامتي حدود فلان ليو وحو حق حول قيبنتي أي سياسة فاسدة وحمق رقمايا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني نبي قميش وقارشين إن كان يوه قانسمة فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصاني إنك يوقع عن صيري هذا النبي محمد هين فقد عصى الله إلهي يوقع عن صيري ومن يطع الأميرة أشوى على هدية أميرك مسلم كأوي كتاب ربي أمدكم ما موليي إلا فيما ندر أو ندر رواية عديسي ومن يطع أميري بعديسي أميري إضافة وإضافة تشريف وشرعية ونبقى شرعية وأمير مسلمة وصنة الدين كقول رقمها يا الله الله ومن يطع الأميرة فقد أطاعني أنا يا داعي ومن يعص الأمير أش أمير كجت وعاديا كوري رواية كلا كو عبيسي ومن يطع أميري أمير كمسلم كا سنة إذا نيك نبي شو تروان كي وكنا نبي كييري نمان ريه بلا يدا وحي مودا يا إنا أنا قاعل كي جيهين أو يسكي حجنا يا ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون نبي سكت كوري كل هذا شيء بسكت كوري قيما كمذا أول أنو قال كيجو وأنت الله كعب زتة أميرك ربي رسولك إنه حوله يو إنه وأميرك وأميرك على صراطه ومنهاج الرسول عليه الصلاة والسلام نبي حور ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني متفق الحاصل وام حي نتيجة إيش القياس كان قياس كان اقترنا إذ دبتها كان نتيجة وام حي الحاصل
من يطع الأمير فقد أطاع الله. النتيجة أنت زوي نبي محمد روح أضيعة إلهي بأضيعي أميرك روح أضيعنا نبي محمد بأضيعي اسكو سوي علم حين نقطي أميرك مسلم كيسحان نينك يوه قانسمي يوه قانسمي يوه قانسمي الله نبي محمد الله نتيجة واسدة من يطع الأمير المسلم فقد أطاع الله. إلا النبي يسين مرتي نبي قنا وحيتك تتيزي الله إذن أمير روحتك هيا الله لكن وين طريقة النبي هيا هاد. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا من كره روحي كهذا بصده من أميره أمير كيسي مدع قدومي شيئا وحن كره بصده فليصبر عليه رواية حدك أولياء فليصبر أو طلقاته أو قصده ninso soobiga oo aan khalad lahayn oo meel in aan lahayn iyo meel dolooja waa adduunka laga meelo haddii amirkaadu wuxuu ku qoonsato waxa uu dulqaadaan leeyahay laakiin kuwa waa maxaan ku qoon nimanka waxa uu kulligood buu dulaydan ba wax laga qaataba ma laha wax laga qaat kitaabka rabbigii buu ka tagay sunnadii buu ka tagay muslimiintu buu naxib yahay waxa weeyo waa fulayaas waa gunta waa inuu gumeed والندل ملغ وقرب نجاسة وعلوك انت ومالها دوك في النبي الرونابو قال لنقنا من كره من أميره شيئا فليصبر عليه محاج النبي الله أوليها الله دلقاته اللوك قصده فإنه من خرج روحي كبحا من السلطان وفي رواية من الطاعة سلطان طاعة لفتزكو عادي فإنه من خرج من السلطان ما ملكي يطلس كمسلمين روحي كبحة شبرا طاكرنا فوه بنانك أبودا مات فمات رواية كالي فمات لنت مات ميتة جاهلية رواية فمات يا قرى ميستريس متفق عليه والسكو وافقي يعني وحبات قصة أمير كذا أصبر بمعنى قعنتها كرب حنوي هكوب حنوي هد ندم كسي هد منين لكن حق أشيك حق أشيك حق جارسي وحنا نبكه الله هلا صبروا يا حبان لوش قد ما ولا يقوله مسلم نبحر هذا صبروا حقوق حري فإن من خرج من السلطان فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية حرمان إياه دمشو قال هذا دمشو قال هذا حرمان إياه ودمشو إسلامي هذا أنا هاي متفق عليه صدرت ابن عباس حديث كيسي خارج صحيح حكيم إنها ستكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن بارأهم نجا ومن اعتزلهم سلم أو كاد ومن خالطهم هلك أمراء شرع الله بالمرأة أما القون سطان وحن وحبذنا كذي دم أركض دونتان نبي حنك كبر النقض وحي سمينا يان وابد بعد و و و و و وقوليستي نينك والليباني وقوليستي نينك كف وقالوا كده رضانا ونبض قالي نينك ده هو أيه كده ما هو أيه وهل أقسم إن الليبانتو إن النبض قشو إن هل أقسم تروح بحيم تشرو مربع هذه ملح وينه أما نجا أمريكا ونشرع هذا كف عيني وننحم أنفله وياه قضية مركا أميري يهولها صورا وحقوتها يا مد نمر يود تشركو ونجيسا يا مسلمين تديس المذوب نيسن رقمين بنبيك وعدني عليه الصلاة والسلام ما من أمير عشرة أو ثلاثة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه لا يفكه إلا العدل أو يبقه الجور نوحوري مجره نين طبعا مسؤول كأه أما صدح روح مسؤول كأه وآخر إيمانية نين والبو طبعا روح أما صدح مسؤول كأه آخر مركو إيمانه وحالكين يا أصغو تشابيسا والبيسا قعمو اللغون تلوغو حريبا لكين سلسلة دا كحرا وحا كفوري كرا عدالة دي سمك الله حساب تمام مك الله حسابيه هذول قرصورات نقضوا أسوقن الحسابين بعلى صوت شابين كلي نو والبو أميرها أم مسؤولها صدح هي تمرع مسؤولها آخر وحول من أسوق شابين وقعمها الكل الله أبو حريسة قال دي سلسلة ده وحان كافر دون الله ميد من خمدة هل ميد با كافر مجو عدالة بس كافر هذا جائر نقضه كسي ودوي
هوش ما هول سهلا سد مو سن ما باشن لقوا قمامة سلسلة راتري سر سلسلة ذو وبعض المسلمين تي ما قلقوا قمامة إذا وعن أبي بكر النفاع بن حار رضي الله تعالى عنه قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كلام وقصوا له من أهان السلطان أهانه الله أول حديث كوحوها من أكرم سلطان الله أكرمه الله سلطانك إلهي منك كرامية ما موسيقى قدرية إلهي بقى قدرية أصغنا ومن أهان السلطان سلطانك منك قنصدي إهانيستنا أهانه الله إلهي بقى أصغنا الدلية رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب سياسة الترمذي يلي وحديث حسن وهي طريقه كوري الترمذي رجاله جميع واثقات إلا وذل زياد ابن قصيب العدوي أو أرضي كقات حديث السحابي زياد ابن قصيب العدوي زياد ابن قصيب العدوي أحد جرحي مشرو وحتى وثيق ابن حبان بذكره في ثقاته باقو الشيغي وحسن له الترمذي ترمذي حفاظه إنك حديثك داي صحيحيان أما تحسينيان أما غرابي سبا الشيغان أسوال لتفردي عند أهل الحديث وحوي وتعديلوي ضمنية تعديل ضمنية وثق من حبان وحسن له الترمذي ولم يجرح نك أساق وحسن الحديث جيد الحديث ومقبول الحديث سدو ذاب كل شيء موقدة كأخرية أنت وحادر ولا متابعي ابن أبي عاصم كتاب السنة رقم ككون كنت يسقال كفيرية طريق لبات بحديثك ولاية هاي ومن طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة لكن سند كان مجهول كتشرة يا كتشرة إذن طريق هي طريق وإسحوجين يعني مركة ترمذي التحسين كيسو وقوي جدا محقق ورك وسط كل شيء وغير معتبر عندي وعباكسي مشكولنا ولذلك عبد الشيخ الباني هولاس وكفى إذا سنجري حيث هو حسن بولي سلسلة جامع الترمذي تحقيق السنة لابن أبي عاصم معان كل هذا الرواقة جامع صغير من رب رمب كويري سداء الترمذي الشيخي بها السحن حديث قصة لها قصة لها وحقيقة في عانون كتاقي ننناقضه وين وركيسة البزار أو بكر البزار حديث كوري في مسنده مركزه حويري وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن رسول الله من وجوه حديث كان بوري معني هيسو يا معنى الله ماذا أحاديث دورة النبي محلق قورشا وشهادة إن الحديث يقول لي هاي شواهد فربضا أسوأ شواهد اللي إيغن متابع عديس وحسن كوي هاي ترمذ حكم كسنة وصائب هنا مركا وذاتك وضعيف يجينا واسك اجتهاد كيس مركا اجتهاد كيس كترمذ بان نور داما مثل ترمذ بان كاكر صنع نوال بو معاصرة فاد هورا وان كاك الصورنا سايس كو غادا انا ولي ورغا ان بدونا كميدا جيل ونخبا نو دخينو روح علماء او اركو هادنا وحاوي حكم المجتهدين السابقين المتقدمين ايا كاك الصورنا هي متاخرين وركود انت يدون باس قادين قصده حديثكم حي اهيد وذاتك زياد بن قصيب با كشكي و خو يري بصره واغي عصبيد خلافه سيدنا عثمان ايا وحا امير لغا دغي عبد الله بن عامر مالي من مركة خطبة أسو إستاق عبد الله بن عامر وأميركي بصرة مركة أها عثمان نأوشوغي تمقر حسن وصوشن لي إيا قميص دير بو قبيع وخفيف وشلكي سلغار كاي يبور محلك ويلبي يدمرنا قانو أسوه خطبين إياه أيها نين أبو بلال الأورنجري أبو بلال مرداس ابن أدية الخارجي أيها وحيري وأميركي نأيغا يلبس ثياب الفساق بور امير كنو درك عيال سوق قبابور عاد نك بيرك زل ارك فيريس يعقنا خطبين هاي ابو بكر اكفدي ور اسكت فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهان السلطان اهانه الله وحول مد دحيز ان امير كو خطبين ترى وافاسق يسيف اول لبسن وا خلد وا اهانيزي كدا هذا مرك بنانك الله تقو سجنوا عوشة أخذ هذا مرك الدين إذا يقول يعني معاصيهم قال لي ما أنقرس سنين
meelaha mala ay jamaahiirtu fadhiyaan looguma sheegay si hoosa loogu sheega. Xuu iyagana bahdil bay ku noqon inay waanida qaadan waayeen oo kibraan oo sanka taaganna waa dhici kartaa. Waidaa qiila lahu taqi illaa akhadatu lcizatu bilithmi ay noqoto. Marka sidaasuu oran jiray xadiidku, marka macaanidaas badan buu leeyahay. وفي الباب أحاديث كثيرة باب كأحاديث رمضان باب كتمت في الصحيح كسو عرورتي وقد سبق بعضها في أبواب بركينا أبواب كسو عرمت. باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. باب كان نقدر إياه باب كاللبات إن نقدر نوافع نذو كتاب الأدب أن استاغه لكن ما استاغه كريب بل إنت نقدره. وحب باب النهي يريبد لغا ريب ومضى عن سؤال الإمارة إلا وحل ويديستو حل إلا راديو نين حل قادي إيد قاد باد إيه جرتيني إنا تلا مسؤول هلا يقدر يقول أمير هلا يقدر يقول أو أنا وحن دون يا هوشاس إنا ريبان تهاي واختياري ترك الولايات إن لا دورتو تلا إيه مامل كي حل كإن لا قطع قدس كفقاتو قورما أن إمارة إيه مسؤولية دل بنكرين أما أن دورن كإن مسؤولية دل كتك تي حل ك إذا لم يتعين على ديسك هو واجب من أديك قاضي بالي هلقوم مع عمي على ذلك الدايم هاي الهبل كديك أو هبل كديك أنت سويت بتشوك دو يقو أقون أم يقو أقون بدن أيق على كديك لكن مركز أقتاي قاضي نن أصوب بدن إنات كل قاتاي نبان كان يجهليهين أما هو شوي سنقبن كرين إن ضربتنا ويبنان تاي بل إن ضربت إني واجب تلا جيابة اجعل لي على خزائن الأرض بس النبي الله يوسف بإيمانه إذا أصل كاسة كصباح يا ماشي أو مثلا تدعو أي وعت حاجة باوعت إليه إلى الولاية والإمارة أما باهبة بكو جين يسو هو شاني هداف قوات نفط هذه بعد بيلير كه ليس أو حلال أو الوط دقا دود خود دقا لين يسود كذا أسترن السؤال شيء دور شجع. طيب قال الله تبارك وتعالى تلك الدار إذن إمارة مسلمين تتلوا إن لقبت وحق الغمة ملا أصل كذا وواجب ومن فروض الكفايات ننكي حلك إذا كسر بحلا أبا أذك أفد إذا بدن خطرت إذا بدن هل اسم بدن بكجرت والسلامة لا يعادلها شيء إن أتبت قبطون نبت قشو وحلو ديك الله ما أركو لكن هذا إصبتون نن إصبتها الدين تيزي الديانة تيزي أقون تيزا حلك نبي لها إن أتقبت واجبه أمس من تأتبت باريسو نركا أيضا قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة مدى أيضا آية ودارتي آخرية جنة آية نجعله حنويا لا نصينا للذين قوى لا يريدون ان دون علوا اسلوين فادلوك اسلوين وينادان ولا فسادا يا فضل الدين من ان دون والعاقبه حرب سنه وحي اهات ودنب للمتقين قوى الله كعب سد اسك دوره حمانتا وانا غن كو هاغا. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عفوا ابي سعيد عبد الرحمن السمره رضي الله تعالى عنه قال حر صحابي قال رسول الله رسولك لو حيغو يدي نبي امير نقون اي اوغا من علام الغيب وعلام النبوة إنه أمير نقرأ وميلا بدن مريو أي النبي وقال نينك أفغانستان قبطي وي رام الزمرة لازو حضا بدن نوايدين شوي دل كان أفغانستان لا يدادو نينك قعان تسوق لي ويكو جهادي مركو انتو قبطي مدلت دقاء لما قعان تقول لقاء قيب إسلام قيب جزيد بحي وحورا قعان تقول لقاء يبو يا لسوع عزيلو اللي جي صورنا ودي لدعوي والمعذاري هورا الله باللابي خلاف وحقوس والله بت الشام هي العراق بقوس والله بتي حجاز وحير مكو جوجي بين منك بقانس أسلاك حيوان ما دب بضاني وح مش لقوس وتجي يبر كده يعني أمير كري ويدنا وحرن حروب ردة بالله ارتداد بين السماء ولا دقاتين واي دود وعيدا درت ولا دقاتين واي وذات كبار لوين وح هذا سوق بتاع هذا أنا كان جنك كان بعيه وذات كتب له يقول عليه لا بس أنا دنا كوقبتي ويقولنا شن سنة كوقبتي بالبلاد الكويتي انتو تركيا افافك اذا كبل الله بعد ايران افافك اذا عبط تقال كبل الله بيحب تقبلش اقول ضبيس اصيقها دان الدب ويقول سوء عليي نين ايه القيام بدون الله تعليه بوها دردان كان محمد حصوص يا عبد الرحمن الزمرة انا الزمرو لا تسأل الإيمان وابلقو دي بدون ايه هرهدين من نبي كليه دردان خاصة وي حرتي سنبو كور قبا لا تسأل الإمارة حلية لها ويدي سنن هرهدين فإنك إن أعطيتها ذي الغصية إمارة يحل الغصية عن غير مسألة أدون رادي نون دون نون ضلبانين وعنت عليها لغو كالمينية لغو كالمين حديث كابي موسى الأشعري إنا لا نوليها على هذا العمل
أحدا سأله أو حرص عليه أنه تلضى يحلك أمدي منه نين ويديستي أما كد ذلك رادني نك إيدي باله أما الرادين يكد ذلك يلعاها كب بحنا وقت كب بحنا محاب بضان محاب موقتا إنه دون ينو كد نيستو لكن نك كعرها وحاب موقتا إنه حلك عري هاي أو كبقى أما ميشو كأفو ذا أما الحق المسلمين تملكا قرد عذا أما لقاسو قارا xil nin ka cararay oo eediska ilaan yaa loo dhiibayay nin raadinayo carabka la bacay waa mooriya inta badan waan u qiita hadii lagu siiyo imaarad iyo talo lagu dhiibo aan mas'alatin dalab aad dalbata darte wakiilta ilaahay ayada lagu talasan lagu deynay ilaahay kuban kaalmeynayo hadii ilaahay garabkaada ka baxana waad ku aafay meesha ayada wa idha halafta ala yamini hadaf shay ku dhaarato وإذا حلفت على يمين على محلوف عليه وفرأيت أرقت غيرها دارت هذه واحد كل دارت واحد كان خيرا منها دارت كخير بدن فأتي الذي هو خير شيء خير كلا يمو وكفر ككفارة جذوع عن يمينك دارت ككفارة جذوع كفارة إسكبي خير كلا يمو هذه ما وان دارت ورنك حديد مايا وان كدارت سائل مايا دار بان كدار دارتها كدين خير مانع دارت أنت كفارة جذوع تخير كلا يمو نيو متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أبا ذر إني أراك ضعيفا في الإمارة والولاية كان قويا في العبادة والزهد والأخلاق واليقين والصدق من حكماء الأمة لكن زاهد بؤها ضرقلوا إلى واجد بؤ آمني حوله أنت يدون بهجة لأن مربها دي زكبها الله قبحه صدقها الله قبحه ذي دونته مربها ذي بطانه إن ملا لقى أي جاران وحرو وحران والسكوع ذابية حولين لك يتضم بنانه هذيك لي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بحي بحسان بلي جتوك رمبا مو قليل وحال على فتوح واحد بحس كدك الله ما كيدين كرو وحل الله كيديو جهنم لقوا عذابها هي يوم يحمى عليها في نار جهنم ويبرأ وشرم nin marka hantida oo dhan bay sidaas go'aanka ka qaatay soo xoolo muslimin u maamuli kara ama wax nagu ururin kara nabigu wuxuu ogyahay ya abadhar inni araaka waxaanku arkaa daciifan ay fil wilaya fi umur al-imara talada iyo maamulka adduunyada kuma fiicnid wa inni anigu xubbi waxaan jeclahay laka adiga kula jeclahay ma uxubbi nafsi nafsi waxaan la jeclaan kula jeclahay waa maxay inaan xilka ka soo baxdo oon aakhara lagu qabsanin eeqiy eeno ma aha yaan muslimiinta tan nabagu u qabanay ma jeedo nabagu u haya waa waajib ay u tan u hayo wuxuu jeedaa inaad bad qabto oo nabad gashaan kula jeclahay aniguna sidaas aan jeclahay hadaba haday sidaa tahay la ta'ammaranna ala ithnayn laba amir haw noqon iska daa saddex labo intan hantida labada u qaybi hayeelin labadan wadaad masuul ka noqo hayeelin ولا تولين جعنها كلين مال يتيم أجون حولينها قبن أجون حولي إسك إلى لها قبن أنو أجون طبعا كم عاشنا سمعنا ورك الوضع هسا أجون تتمير تدي قميزية دي كتب الله صدري يحول وبيل كا عرب سكوس ويا بيبتيبا إنه كم عاشنا بقى قرية إنه كده سنناي عمارة دو سمعني كين يبا ورك إنه مزوجنا أدونا شيخ هبل بلي حاج هبل إلهي أرنا أستره رواه مسلم لابن أمير هون نقول التالية ما لقونا قعنتها كقبنين حل أرقب ما شاك إيمانية أدونا حلك كما سوى بيك ارتدوي وعن أبي ذر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا قال صحابي قلت معي يا رسول رسولك الله يو ألا تستعملني أمير ما دقت ما إيش قال ليس النبي الله ألا تستع ألا تجعلني عاملا لك وي فقال كوشقي دولد اوشقي ما دي قدرت نبي الله فضرب بيدي على منكبي نبي وقعد سوى قربك يا قرفتي ربا حكى قال قعيل بالي هذا مد جوجو دليد اي وحاجرته مد ادب قوطي قعانا ما كوسي ودوداتك يا اضي وكو ابا قعانت صاح كوسارو قعانا تعيزن بجل صوبا واتاسو كلوي فضرب بيدي قعد سوى نبي وساري وقرفت على منكبي ثم قال وحي سودوين يا أبا ذر أبا ذر إنك ضعيف أي في الولاية حق ما ملك يتغضوات كل إذا حب أنت أي كفاءة عقلية إيو أمانة دينية ربطة
labada hadaan la helin waxba kama soconayaan. cilmi iyo aqoon baad u baahan tahay iyo badan ahaan iyo fikrana u diyaarsan tahay hawsha inaad ka soo baxdo. الكفاءه والامانه وانها امارتنا امانه وحل يا مسؤوليه وانها اماره يتلدنا يوم القيامه مانك اخر خزي دلوي يا وندامه قوم يا شليت الا من اخذها بحقها نينك اماريه تلي حل قادي حقي سمويه نينك تلي حل حقيس كو قادو كسو بحي او عدالد يا قرصور يا وانا كو مامل امده ايه او تومرت انو يهي تضبط الهي عرشي سهرسان زمانا قيامة لبركو ان المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وتومرت انبياء يا كمان يسا وشا يدا تقبضهم الانبياء وهذا كسو بحي لكن حقيقة لقيها لا حقيقة لقيها لا هو أدى قتي الذي حلك عليه دوش صار فيها في الإمارة والرئاسة رواه مسلم مركب مرضي سداتاي العد السلامة من النبي كل أبا ذر لا يعاد لها شيء مرضى ضعيف تاي باب الولاية هاوشون آخر ساو عصلان دونتو اسكقفقوا قدت بالقبتاي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حر إنكم إذنكم ستحرصون مركبكم مد ذلك النبوة ومعجزة من معجزاته وعلم من علام الغيب علم من علام الغيب أما علم من علام النبوة محور النبوة ستحرس وكود هذا ودرونتي وتقع الرئيسا نبقى له هبل السي هبل أقب أطوائسا لكن إذنك كود ذلك يا إيمان دونتا ستحرسون على الإمارة حلك يا مسؤولية كود ذلك دونتا وستكون وحين نقون إيسا يوم القيامة مالك آخرنا ندامة وفي رواية ندامة وحسرة وركتالة يقومه شليتو اللهم حقيقي جيزتي بإيمان دونت هذا مركان تدها أول بالله أدكو خسارتو أدكو قبتو أدفرت هذا موثن ويدو وصوفي حنجاب مكا سوحدة بلغا كالطورو وإنت بأيو كل رافت انت أفرت عبا شغل محقيقي جيزتاكو قبان محان كدوني محان ميل بلئي جيي كاتريس ميل هذا تقتدكو حانون ستو حنون فلكي اللي قرن واي هذه الله معاي كيرا ما عن مش اسكت شو واي اخرنا تاسي تريس الله محلك معي دي بيتريس رواه البخاري زياده قدام بس حديث نو كتجي وحديث قل لي ساء وبخاري نسي ذا اقول انكم ستحرسون على الاماره وستكون ندامه يوم القيامه فنعم المرضعه وبئس الفاطمه وبئست الفاطمه اساس النبوه المرضع وامحي واماره الدنيا ذا باش النبي وحور مركونا معانا والناس نوجسو حقوق مقع بعدين او قوش الله كحي او لقصور دوين او ولقو اديق سن كثير تاقي وطور قوزن وديقي سن حقوق لكن وبئسة الفاطمة وحقادي يا ذوبا ان قويسو قيري با ايمان هدي اضيق قوص عمتا قيري ولقو عزلي حلكي با الله قادي ما حويني هو رقبتها كدعي رقبت حقيق قالي عر سيدي قذائف بالغا صوب بحين سوج ادو كتشره ادو كو اصابا قولي عامل اول يقول حلقه بني باس كفر حولي الهي بان قدوي ويحب دولتي هي بلوح وشقيني سراكيشي ايضا كيدي بولس كل اللي رياضات مغلي يقول لها تري تور قرادا تور قب دريس عامي ولي ان ادقاقين با فرح حسن ادو هنا اللهم حيي قيد كوينيس ادو كيف تجيب انت اخر لك قاعد حل سي سوى مصيبة عرب دقي ولا قام متجنية ولو عزري قريبا كان متجن حساب عروس باتالا هذيك عوف مالك بعد ما أنا أسوق أولها النبي وحوري أهران باللوغا حلكو ملامة وائد حلك سوق وثورت إبا بلا ما سمعت قنان موقف تهات سنة بوجوجا ورما هاد ما مرنا سنين وارتى سادة قوة حلكي وعو حلك وملام إد ويبسيه ذوبه معون نوقف معون الطري نكو راه كفي عنا سيسو كان ما نفهمين وملامة وثانيها ندامة مرك الله وانا وشليتي قوم النبي عليه الصلاة والسلام وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل آخرنا وعذاب يا النار نينك قرص وري عادل نقضي مويل حديث زي ابن ثابت انه وعد قيود بو كان هولي هورد قصور رفادين اه اماره لقى عرو نبي حكيري نعم الشيء الاماره
حل إيه مسؤولية بأوقف في عن وحلا قابطه لمن أخذها بحقها وحلها حل كان إنك كقاطة مال حالة كقاطة حق إذا كصبحة ما بقول ما ديدون ما دحين لو قابطه إذنكو إذن دنقانا يا وحكبقا هيا إن هذا هولي نب الله وضان شغل صومالي شغل بناء آدم واتقانا كدبنا النار إذن قوة واحدة إذن كان إذن دنقانا يا لكن هذا حلك كصبحتان تلام مسلمين لا قبطي وعدا اللقمة مولاي ويقول اللقمة حريستي ودنا هذا اللقمة جيري وحكا خير بدن مجرو صلاة يصون يحج إذا كخير بدن ودن قوت صلاة يصون كي حجكو وعبادة وخاصة أذين ربي إذن نحيس أذن بيحكو تري لكن مركب ما ملوانا أكسنتهاي وضم مدى عدا اللقمة موشو دنت مسلمين تردن بعد إلى ليسي كله بأجر كي ليسا صغيري كبير بعد أجر كي لاي صلاة تكون يدي كوكو تكون يار عدالة هذه نبض قاديكتي بيكتو كان هوس كادي بيهرسنا يا ديد كادي بيستعمال يا ديد كادي أجر وين بدن كاكا كتير لكن يا كسب بيع كروي بنادر محاكم بدن نيجي حلي رقبته حق صومر هولها وحكي كله محمد هينو لفاء أطول يجزا يمن جماعة جروس كي يلعب تيبرك حق جي وركينا واتقرنيس وبئس الشيء الإمارة وحلا قبطان حلئي إمارة وروحهم بالنبي لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة وينوش أنا إذا تفصيل كاسبا ما يشكو جرا والله سبحانه وتعالى أعلم.